سلام، يعطيكم العافية وإن شاء الله تكونوا مناح. هذا الكورس Foundation Drawing 1 Earth Methane، في منه Drawing 1 و Drawing 2. نحن هلأ حنبلش بال Drawing 1 ورح نشوف نحن من خلال السيلابس هلأ شو المطلوب نعرفه بهذا الكورس وشو بيعلمنا هذا الكورس، شو بيفيدنا، ومنشوف شو required material للكورس، يعني شو أنتم بحاجة تشتروا من هلأ علشان خلال الفصل نكون عم نشتغل فيهم بالرسم الفني. مثل كل الحصص منبلش عادة بأول أسبوع وأول حصة نقرأ عن المادة ومنحكي شو هي. رح اختصركم كتير لأنه هي ما في شيء صعب يعني فيها، والسيلابس اوريدي انبعت لإلكم فيكم انتو تشوفوا يعني بعدين، بس انه مبدئيا رح نقرأ الأوبجكتيفز اللي هي أهم شيء انه نعرف الدروينج تكنيكس، يعني نحن نتعرف على كيفية الرسم، والهدف منها نرسم، مش انه نصير نرسم كأنه عم نعمل فوتو يعني قدامنا هود اللي هايبر رياليزم. اذا بنعرف بكون كتير منيح، بكون اوريدي عندنا سكيلز متقدمة، بس انه نحن الهدف منه انه نصير نمرن عيننا وايدنا لحتى يفهموا على بعض، نصير نعرف اللي عم نشوفه هل عم نترجمه صح ولا لا. مبدئيا بالرسم اللي بكون موهوب اكيد بكون اسرع يتعلم، بس اللي منه راسم قبل بفكر انه انا مستحيل يمشي حالي لانه ما برسم قبل، لا هذا خطأ، لأنه في قواعد. إذا بنلحق القواعد في كتير ناس اتضح لهم بعدين أنه لا أنا في أرسم إذا بدي، حتى لو كنت مفكر حالي ما بعرف أرسم. فمبدئيا الهدف أنه نحن نعمل رسمة قد ما فينا تكون قريبة للواقع، بس مش معناتها أنه إذا ما كانت مثل الصورة يعني بكون كارثة، لا أكيد بكون في إشياء تانية نحن نقدر ناخدها بعين الاعتبار ونحط علامة عليها بهذا الكورس. تذكروا أنه هو تمرين أكتر. learning outcomes يعني نحن شو بنستفيد بس نخلص هذا الكورس. نحن بنعمل identification للأوبجكت، خصوصا نحن حنبلش بالdrawing one، هو كل شيء بيكون still life يعني بيكون اشياء جامدة، بعدين نحكي بشكل عام شو معناتها still life شو معناتها غيره، بس هو بيكون عم نعمل اشياء geometric، بيكون عم نرسم اشكال هندسية، مربع، مستطيل، كيوبز الى اخره، اشكال اكتر يعني 3D. وبعدين بس نتعلم كيف نرسمهم، القاعدة بكون عرفناها بصير بعدين كل شيء سهل، بصير قصة تمرين بعدين. بس هو في قواعد أول شيء، وبدنا نعمل practicing أكيد، يعني هيدا بنشوفها بال learning outcome 2، لأنه لنفهم ال proportion وال perspective يعني المنظور بده وقت حتى واحد يصير يعرف يشتغل عليه. وشغلة تانية لنفهم الضوء كيف عم ينزل على الأوبجكت، كيف نحن لازم نعمل هون معتم أكتر، هون وسط، هون قاسي إلى آخره. فطبعا من خلال حنستعمل pencils اللي هو قلم رصاص عادية، فحم اللي هو charcoal، وانك. هلا الانك العادي اللي هو هيدا المي استبدلنا لكم اياه بالانك اللي هو بيجي بالقلم بالجرافيك بن، نفس الافكت اسهل، وبنفس الوقت ما بدنا نجيب كثير غراض كنا عشان ما نكلفكم كثير. اربعه to reproduce a personal detailed drawing composition، لنعرف كمان نعمل composition بالدروينج، يعني نعرف نحن نختار الاوبجكت نصفتهم بطريقه مرتبه لحتى نقدر نرسمهم. وخمسة نعرف نعمل sketches. sketches يعني نرسم شيء بطريقة سريعة ونلقط الأساس تاع الحركة اللي له، يعني نكون عم نلقط الأشياء الأساسية من الحركة اللي له. كل هودي حيكونوا مسجلين وحيكون في منهم فيديو، يعني سهل الواحد يشوفهم يرجع يشوفهم يرجع يشوفهم وحتوصلوا للنتيجة المطلوبة وما تعتلوا هم. مهم انه نحن نمرن حالنا ما نهمل، اللي بيهمل اكيد ما بيوصل لنتيجة مثل اللي ما بيهمل. بالنسبة للسيلابس شو المطلوب؟ هلأ في كتب بيساعدوكم مبدئيا، فيكم تلاقون اذا موجودين اونلاين ممكن تلاقون PDF ببلاش، اذا لا اكيد غاليين يعني، بس انه نحن فينا نعطيكم كل فترة بمرق لكم شيء بتصيروا تشوفوا يعني بيقضي حاجة بدون ما تشتروا الكتب. فمبدئيا هول كتب موجودين فوق، اللي حابب يشوفهم شوفون اذا في منهم PDF، اذا ما في انا حبعت لكم اشياء بتشبهها. بالويك 1 للويك 3 حنكون نحن عم نشوف مثل ما قدامكم هون، نحن ما حنقرا ديتيل يعني لانه انتم فيكم تقروا بالبيت لحالكم، ما حنضيع وقت على هيك. حيكون حناخذ بيزك فورمز وشيب نتعلم عليهم كيف لازم نرسمهم، كيف لازم ناخذ القياسات يعني كيف نمسك القلم ونقيس الميجرينج بالعين، وكيف نستعمل القلم لإلها. هيدي طبعا بياخد وقت شوي بس كمان منه مستحيل، نقدر نتعلمها بسهولة. من الويك 4 للويك 7 حنكون، هو تلاحظوا انه دغري عم نقفز من 4 ل 7، عم نكون عم نعمل تمارين، عم نغير بس السبجكت، بس هو رسم هو عبارة عن تمرين وتمرين وتمرين. حتى لو انتم بالبيت ترسموا لحالكم كل يوم كل يوم كل يوم حتطلعوا رسامين بعدين،
بس طبعا ممكن تكون عم تمشوا بطريق غلط، فنحن هون لحتى نوجهكم شو الصح اللي بوصلكم على الطريق اسهل. فمبدئيا في قواعد لازم نحن نلحقها، وفي اشياء لازم نشوفها ونرسم بطريقه لحتى نوصل اخر شيء اننا نعرف نعمل سكتشات. ليه؟ لانه جرافيك وانتيريور حيلا بروجكت انتم بدكم تسلموه، لازم تعملوا سكتشز قبل، تفرجوا فكره اوليه للزبون، وبعدين اذا اوكي بتروحوا ساعتها او على الكمبيوتر او تعملوا ماكيت منه. ما دغري نروح نشتغل على الكمبيوتر. فمبدئيا بروجكت 1 حيكون انا حختار لكم اياه مكتوب يعني، بس انا بغير شوي اوقات، بضل نفس الاهداف بس انه ممكن يتغير شوي، مش ضروري مثل السيلابس 100%. وحيكون بروجكت 2 عباره عن يعني بروجكت 1 حيكون لايف دروينج كومبوزيشن، قلت لكم ممكن نغير عشان هيك ما حعلق كثير. المهم انه بنسلز اول شيء، بتاني بروجكت حنكون عم نشتغل بالشاركول تكنيكس، بتالت بروجكت حنشتغل بالقلم البول بوينت البن اللي هو مثل البيك، وحنعمل فيه عدة تقنيات، حتى بالقلم الرصاص في تقنيات، بالفحم في تقنيات، ولنوصل للميد تيرم بروجكت. اللي بدنا نقوله انه نحن بدنا نمشي بالتسلسل الاجباري، وفي ديدلاين لازم نسلم فيه البروجكت. كل واحد ما بيسلم على الديدلاين اكيد بده ياخذ بينالتيز، وما فينا نقدم ولا بروجكت اذا مش مقدمين اللي قبله. حطوها براسكم هيدي من الاداره قاعده اساسيه، ولا بروجكت بتسلم اذا مش مسلم اللي قبله. يعني واحد مثلا بقول لا سلم هيدا على الوقت وهداك على مهلي، ما في هيك، ما بنقبل التاني اذا الاول ما مسلم، فمضطرين نحن نلحق على طول ونسلم بروجيات. بعدين عنا من ويك 8 لويك 14 حيكون عنا نحن ستيل لايف كمان انك وبن ونعمل هاتش، يعني حنكون عم نشرح كذا تقنيه بس بنفس الاشياء عم نستعمل. يعني بالقلم الرصاص حنعمل كذا شغله، بقلم الانك حنعمل كذا شغله، لنوصل لاخر شيء الويك 14 اللي حيكون تقريبا بدايه الفاينل بروجكت. ومنقول لكم نحن شو هو الفاينل بروجكت، عبارة عن سكتشات سهلة كتير، منه صعب أبدا. وهيدي المادة يعني مبدئيا بدها بس إنه واحد يعطي وقت ويتمرن ويعمل كل شيء بالوقت المطلوب. كل شيء بنتركه لآخر لحظة بنعمله سلق، أكيد حيطلع شيء منه مرتب ومنه ظابط. هيدا هو كل شيء بالنسبة لشو هو السيلابوس. هلأ شو هي required material، شو مطلوب انتو تجيبوا بالنسبة لهذا الكورس؟ بتجيبون من هلأ بليز عشان بعدين ما تتأخروا تقولوا معنا. هلأ ما في كورونا، ما في lockdown، فيكم تروحوا تجيبون، ما في مشكلة، المكتبات فاتحة. مبدئيا أين المينيموم required material لحتى ما نكلفكم، وإجمالا حيكون في نوع من يعني نفس المواد عم بيكونوا موجودين اللي بنشتريهم هون موجودة بكورس تاني، فمش معناتها ما نشتري مرة تانية، لا، انه فينا نجيب من اللي موجود عنا بنشتغل فيه، ما بدنا نجيب دوبل. اول شيء هيدا كمان مطلوب بغير ماده، اللي هو الباد اللي هو هيفي ويت بيبر فورمات A4، بيجي سميك 220 جرام او 280 جرام، عم بقول او يعني مش هيدي وهيدي او. فهيدا فيكم اي ماركه مثل كامسون وكانسون وفابريانو، في 100 ماركه بالسوق رخاص مش غاليين. لاحظوا عم ضلني دائما احط لكم انه مش ضروري تجيبوا براند، فيكم تجيبوا الارخص بالنسبه لكم. اثنين، بدنا نجيب الاقلام. عاده بنجيب السيت كله لانه ممكن نستعمله انتم كديزاينرز، بس اللي مش قادر يجيبه كله نحن بالنسبه لهذا الكورس مطلوب HB2B4B6B8B، بس هودي. يعني اللي ما بده يجيب السيت في يجيب بس هودي، اتس فاين، بيمشي الحال. حتى اذا نقصنا 6B بلا مثلا كمان بيمشي الحال، بس نحن كل ما كان عندنا هذا الرينج اوسع كل ما افضل بنقدر نفوت بالغامق والفاتح. طبعا ما نجيب براي ومحها يكون مرتبه منيحه، يعني نظيفه بتنظف، مش انه تكون منمحه بتقوم بتوسخ لنا الورقه. وطبعا بدنا نشوف كيف الرسم بالبنسل، بتعرفوا يمكن، بس هيدا الافكت اللي بيعطيه مثل هيدا المارك المرسوم، هيك بالبنسل بيطلع الافكت والشغل. بالنسبه للكمان البنز اللي مطلوبين، الجرافيك بن اللي هو كمان ماده تانية بتاخذوا منهم، يمكن يكون يعني عندكم اياهم بتستعملون هون وبتستعملون هونيك. فهون الجرافيك بن هيدا الافكت اللي بيعطيه، هيك بنرسم. طبعا هيدا سكتش، نحن عاده فينا نرسم بطريقه دقيقه اكثر، بس هون السكتش هيك بيعطي افكت. الجرافيك بن مطلوب تشتروا ديسبوزابل، مش ضروري اللي بتعبى لانه كثير غالي. ديسبوزابل بدنا نحن اثنين بس مش اكثر، ال 0.1 وال 0.3 كثير منيح. اللي بده يجيب 0.1 0.2، اللي بده يجيب 0.3 0.4، بس افضل بالاشياء اللي تحت لانه بصير الخط عريض كل ما طلعنا على 0.8. فخليكم في 0.1 0.3، هيدا تشويس منيح. كمان required material charcoal اللي هو الفحم. بليز انتبهوا، في منه انواع طبعا، في واحد بيكون له خيط وبصير يقشره هي ذاتها،
بكون بقلبه ستيك، وفي منه قلم هيك من برين، احنا له براي خاصة اذا بكون جيبوه، او بالقطر بصير بدنا نبري، يعني مش منا ازمة هيدي، بس الى محاي خاصة. هيدي محاي ما بيمحي الا بالمحاي اللي له، اللي هي هيدي شكلها شايفينها هون، بتجي رمادية ومثل المعجونة. اوكي، هلا في منها غير لون، بتجي على جريج، مثل جراي وبيج مع بعض. كمان هيدي ما بيمشي الحال الا بهيدي المحاي، ما فينا نمحي بالمحاي العادية، نقدر بس بكون عم نأذي الورقة. وبدكم تنتبهوا لشغلة، اوعى تجيبوا، يعني غلطة كبيرة بتكون اذا بتجيبوا تشاركل الهارد، لانه ما بيتمحى وصعب، فبتجيبوا السوفت او الميديوم، ماكسيموم ميديوم، بس بليز السوفت اهم شيء. اللي قادر يجيب اثنين اتس فاين، اللي مش قادر وبده يجيب واحد بس لانه ما قادر ومش قدرته بجيب بس السوفت. انتبهوا كتير لشو عم بقول لكم بالنسبه للسوفت. هيدا هو التشاركل، هيك فينا نرسم فيه، هالقد فينا ندقق اذا بدنا نشتغل على مهلنا وبدقه، فهيدا الاحساس اللي بيعطينا اياه التشاركل. اما البول بوينت بلو بن اللي هو بتعرفوه تحت مسمى بيك، هو مشهور، بس انه مبدئيا في منه كذا ماركه، مش مهم البراند، طبعا منه غالي، هذا القلم مقبول يعني سعره، فينا نرسم فيه لهالدرجه. طبعا حيكون صعب نحن من اول مره نوصل لهيدي، بس انه بنتدرب شوي على القليل نشتغل فيه، لانه هلا مبدئيا صار دارج كتير بيشتغلوا فيه الديزاينرز، ومبدئيا هيدا بكون الماتيريال المطلوب الاخير لهيدا. هيدا كل شيء نحن بدنا اياه، ما في شيء تاني. انتبهوا بس، بعدين نحن نحكي خلال الحصص على كل حال على قصة كيف منسلم، شو لازم نعمل، وأسئلة وأجوبة حتكون موجودة هناك. مبدئيا هيدا كل شيء للrequired material، وعن شو بيحكي الكورس تاع الدروين. نتلاقى السيشن الجاي لكن.